كل يوم له آخر وكل قصة لها آخر. الشارع المصري ملوش آخر وإحنا كمان ملناش آخر. مستقبلكو هو مستقبلنا والنهار له آخر وإحنا آخر النهار. كل ما نتطلع إليه أن أكون طوال الوقت في خدمة الناس. محتاجة من حضرتك تركيز مهم جدا. العيب إيه بقى التمن اللي إحنا دفعناه في كل ده؟ تحتيت وقضايا بتحدد مصير بشر. هنجيبك صحرا كان أو بستان هنجيبك. وجودك ظاهرة في بلد فيها الأزهر لن تكون قائمة للإعلام المصري إلا بتقدم مسير. وقال كمان ما هو أخطر بقى. طب يا جماعة إحنا هنوصل إزاي للمسار ده؟ مش ده العيش الناشف؟ خلوا السياسة ورا ظهرنا.